النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن حتى تغتسلوا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ودعنا في الدين ولا أن أمالوا سمنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها
مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديق والشهداء فإن أصابتكم مصيبة فأنعم الله عليكم من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اغفر لنا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله يعشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا يا أجل عليهم متاعد يا علينا مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله وما لها من الأساس يفعلون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة منهم لعلمه الذي يستعبد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّت المؤمنين شفاعتنا سنتي يكون له نصيب منها ومن يجعل يكون له نصيب تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدور من يغاتلوكم أو يغاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم Thank you.
لم يعتزلوكم ويلغوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يستتقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة لم يجب اليوم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب العالمين يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام هل ارتضوا من ان تبتغون عرض الحياه الدنيا فانظر الله المجاهدين بأعمالهم أنفسهم الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يبتلكم الذين كفروا بالله وإذا كنت فيما قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكْفُرُونَ عَنْ أَسْعَتِكُمْ وَعَنْ دَعَتِكُمْ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ Oh, yeah.
الهم الضائفة من من يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وعجابا صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وهي وذلك في عالمها ومن يطع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع المؤمنين لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وسلا لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان الذي ينزل على رسوله والكتاب الذي يرسل عليه الله ثم
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كذبوا ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وأمنعكم من المؤمنين المؤمنون
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض عليم حكيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا إنما الله إله واحد وأما الذين استكبروا وكفروا بآياتنا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال والنساء والموغوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم
اليوم أكملت لكم دينكم وأثنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومرض الربيع الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أتت عليكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسامحين ولا متخذي اخدان وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ميثاقه الذي وعدكم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ويغفرنكم لنا يعرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع ما يعذبكم بدون
بل أنتم بشر ممن خلق. يا رب العالمين يا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما لا بشير ولا نذير ما جاءكم بشير ولا نذير ولا جاءكم نذير. قالوا لقومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم على من جعل فيها يا قوم ادخلوا الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولو جاءت رسلنا إلينا فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغد أيديهم وأرجلهم من خلاف بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله أولئك الذين أكلون للسعود فإن جاءوك فاكن بينهم أو أعرض عنهم إن تعرض عنهم فلن يضروك النبيون الذين سموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما سعبدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا لما بين يديه من التوريت وآتينا إنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريت وآتينا إنجيل فيه هدى ونور لكل جعل منكم شرعة ومناجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو فيما يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله اتخذوا دينا
تكن هزوا ولعبا مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والذين هادوا والصابئون والنصارى وما من إله إلا إله واحد وإلا من تبعه Thank you.
وجدوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم لا منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك يا من يدعو الشر الحرام والهدي والغلائد ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليكم أنفسكم لا يضركم ما من لا يضركم يا الذين أمروا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم على سبيل الله إذيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تغلو من الضير كي يسد بإذني فتنفخ فيها فتكون ضيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عليك توحيد للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعقل فقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ربكم وكنت عليهم
بعد ما لم نمكن لكم أرسل السماء عليهم مدرارا وَإِنَّ اللَّهَ
الأرض ولا دائر يدير بجناحيه إلا ببعض اللي يقولوا هؤلاء جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذبتم بما عندي ما تستعجلون أرجوكم أو يلبسكم في عوالي بعض المباشرين
لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا ربهم نعيم على بريهم ما كانوا يرجون فندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أشركتم بالله ما لم يعلموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فتناجتنا آتينا إبراهيم على قومه فأولئك من لدينا ونوح لدينا من قبل ومن ذريته داود وموسى هارون فإن يكفر بها هؤلاء فحولك ما بها أولئك الذين هدى الله فجوداهم الجهاد البليل العالمين وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من أنذر الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه وراتي سيبدونه ويغفرون كثيرا وعلمهم هذا له أدرى الله إلى أنزل به عليه هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى
غيره تلو ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاكم الذي بعدنا نعبدكم وكارا تعدى بينكم وظلاكم ما أرادنا إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت حبا متراكبا ومن النخل من دلياغ ودانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيا ويا هو على الله يا ذي العسل يا ربنا
ما عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا يذلون وإن الشياطين ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار فكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أعلم حيث يجعل في هذا الذي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبينا شركائنا فما كان لشركائنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ومن المعز اثنين قل أذى
أمام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله محرم على طاعم يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فله عشر أمثال يا رجال يا رجال يا رجال
الدين إلا عليها ولا تزر وازر يا رب المجيب ويا بما ظهير طيبا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سميع عليم على قلبك يا حبيبي يا محمد محمد ليتني كنت ضريحا بدايبة اللهم جسمك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد نور روضتكم بدا بين قبر والمنابر يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد وجهك لبها مليح وفمك واسع نسن محمد هامة العظمى وشعر للأذن هما لك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى محمد محمد الله نورك في الجهات وكنت وسع صدري يا محمد محمد يا بعيد المنكبين وختم الواحدين هما محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد كنت سال الاخاد سمحا فزج الحاجبين سما محمد محمد سيدنا نار في حويت جميع حسن يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد اكمل الاوصاف خلقا وخلقا رابعه الغد محمد محمد اول الشفعاء دران وافضلها بخالقنا محمد محمد يا رسول الله صلى الله بنظم الله بنثر يا محمد محمد يصرف الله العادي ويكشف كربنا بك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد والفروع وما دعاني لملئك والمشايخ يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد محمد يا رسول الله
صلى عليك وسلم محمد جد لشيخ علي عنبر هو الداعي محبك يا محمد محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد حد وبيات دلعبهم بها فشع لكل يا محمد محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.